خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. اهلا بيك يا دكتور. تحياتي ست النائب، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازاي الحال كده؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. اخبار التنسيق يا فندم دلوقتي، الكرة في ملعب حضراتكم؟ احنا الحمد لله حضرتك، يعني اولا على مستوى اختبارات القدرات بقالنا اسبوعين بانتظام من خلال موقع التنسيق الالكتروني، اعلنا النهارده رسميا عن بدايه المرحله الثانيه باذن الله يوم الخميس القادم 11 اغسطس ولمده 5 ايام. كافه التيسيرات من خلال موقع تنسيق الكتروني، ان شاء الله الجامعات بدءا من الخميس القادم تستعد لاستقبال الطلاب لمن يرغب ان يذهب الى المعامل الحاسبات الاليه بالجامعات الحكوميه. يقدر الطالب يتجه لاقرب جامعه من بيته، سيجد معامل حاسبات مفتوحه وفي خبراء موجودين في هذه المعامل يقدروا يساعدوا الطالب. الوزاره النهارده بدات حمله توعيه للطلاب من خلال صفحتها الرسميه ووسائل الاعلام المختلفه. حللنا كافه الاخطاء اللي بيقع فيها الطلاب في السنوات الماضيه واستفسارات الطلاب على الصفحه الرسميه للوزاره، قمنا بتحليلها وقدمنا اجابات شافيه من خلال دليل في شكل سؤال وجواب. اهم يعني 20 خطا بيقع فيها الطلاب وجمعناه في دليل ارشادي. قدمنا لهم فيديو توضيحي يوضح لهم كيفيه التنسيق الالكتروني وبعض الاشكال والانفجرافات التوضيحيه اللي هي تشرح لهم تبسيط لمسائل الدخول على موقع التنسيق الالكتروني وكيفيه اختيار الرغبات ومراعاه التوزيع الجغرافي وكيفيه اختيار الكليات والبرامج الدراسيه المناسبه بالنسبه لهم. فالوزاره الحمد لله عملت كافه استعداداتها، الجامعات مستعده لاستقبال الطلاب، الطالب يقدر يخلص المساله كلها وهو قاعد في بيته من خلال انترنت وجهاز حسب الشخص الخاص به. المساله لم تصبح كما كان في سنوات سابقه، كانت معقده والطالب ينتقل من مكان لمكان في اطار توجه الدوله للرحمنه في كافه مؤسساتها. عظيم. بنطبق ذلك في التنسيق الالكتروني ان شاء الله. طب دكتور عادل، انا دايما بيجي على بالي سؤال ملح كده، يعني انا عارف طبعا ان في حاجه اسمها امتحان قدرات وما الى ذلك، ولكن امتحانات القدرات مقصوره على بعض التخصصات في الكليات ليس الا. حضرتك ادرى مني وسيد العارفين انه بره علشان التحق بجامعه غير درجاتي لازم كمان بأكتب زي جواب كده طويل عريض بشرح أنا ليه عاوز ألتحق بالجامعة دي، وبشرح فيه أنا ليه مهتم بالتخصص العلاني والفلاني، وده بيساعدهم في الجامعة برة على المزيد والمزيد من الفلترة والتنقية والتنقيح. هل ده في وقت من الأوقات هيحصل عندنا في مصر؟ أؤكد لحضرتك أن احنا موجود عندنا في مصر نظم متعددة للقبول، يعني على سبيل المثال حضرتك 4 جامعات أهلية بمستوى دولي زي الجلالة وسلمان والمنصورة الجديدة والعلمين، بتاخد بنظام بتجعل مجموع الطالب في الثانوية العامة بيمثل بنسبة 70% و30% بتخصص لاختبار معرفي ومهاري بالنسبة للطالب. حلو. لاستطاع الدراسة اللي يحب يلتحق به، ودي تجربة مطبقة منذ 3 سنوات في هذه الجامعات. جميل. عندنا حضرتك أفرع الجامعات الأجنبية بتتبنى نفس نظام القبول المتبع في الجامعة الأم. عندنا الجامعات التكنولوجية على سبيل المثال، وده مسار مستحدث في منظومة التعليم العالي في مصر، 10 جامعات تكنولوجية بنعمل لها اختبارات قدرات للمعلومات التخصصية اللي هي تؤهل الطالب للالتحاق بهذه الجامعات. كويس. عندنا حضرتك أيضا بعض البرامج الدراسية في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة عقب دخول الطالب. هذا الطالب إذا هناك احتياج لكورسات معينة يدرسها لتنمية مهاراته تجري له مثل هذه الاختبارات. ربما الحجم الأكبر اللي احنا بنعتمده في مكتب التنسيق للجامعات الحكومية هو النظام اللي بيعتمد على الدرجات، ولكن هذه التجارب المتعددة في منظومة التعليم في مصر بتقول ان احنا عندنا أنظمة متعددة في القبول، حتى وإن كان حجمها متفاوت من نظام إلى نظام، ولكن التجربة موجودة.
التجربة موجودة بس التعميم لسه مش موجودة على كله يعني. وهنا عشان كده أنا بخص بالذكر الجامعات الحكومية بتاعتنا اللي في وقت من الأوقات كانت تملأ العالم الحقيقة بالوهج العلمي وببحثها العلمي، ويتفاخر الناس بأنهم أنا متخرج من جامعة القاهرة. خليني أؤكد لحضرتك أنه مع اتجاه الدولة لتنمية خدماتها الرقمية في كافة مؤسساتها بينمي الثقة لدى المجتمع في الأداء، بمعنى إن إحنا لما عملنا تجربة الاختبارات الإلكترونية في الجامعات الأهلية وأيضاً الاختبارات الإلكترونية في الجامعات التكنولوجية، والطالب بيدفع لجهاز الحاسب الخاص بيه، والجامعات الأهلية عاملة مراقبة للطالب أثناء مثل هذه الاختبارات. معنى ذلك إن أنت بتراقب الاختبارات، ده بتنمي ثقة المجتمع حينما يطمئن إلى إجراء اختبار نزيه. أذكر حضرتك بنقطة مهمة. اتفضل. لأول مرة في مصر اختبارات القطاع الطبي بتتم في الجامعات الحكومية، وعدد كبير من الجامعات الخاصة وأيضا الأهلية اختبارات إلكترونية مميكنة بشكل كامل. حلو. وده كان توجيه للقيادة السياسية، احنا محتاجين نقلل تدخل الأيدي البشرية ونزود من قيمة الموضوعية في تصحيح وتقييم الطالب، وبالتالي كانت هذه التجربة. لكن كنا قبل ما نطبقها كان لازم الدولة بتضخ استثمارات ضخمة في البنية التكنولوجية في الجامعات. جميل. الدولة خصصت مشروع ضخم بقيمة 11 مليار جنيه لرقمنة الجامعات وتحويلها إلى جامعات ذكية. ده فقط ميزانية للجامعات الحكومية فقط. ما كناش نقدر نبدأ هذه الخطوة إلا ما كنا نعمل بنية تكنولوجية قادرة على إجراء اختبار لعدد هذا العدد الضخم من الطلاب في نفس التوقيت لتكافؤ الفرص وما كان كامل الامتحانات. بدأنا بالقطاع الصحي، وخلال الفترة القادمة تباعا سيزيد هذا الاتجاه ليضم القطاع الهندسي، ثم تباعا كليات القطاع الإنساني. رائع رائع. إذن لما حضرتك بتطبق هذه التجربة الإلكترونية بتدي ثقة للمجتمع وثقة للرأي العام في تطوير الأساليب الخاصة بتقييم الطالب حتى يلتحق بالقطاع الذي يتماشى مع موهبة الطالب وخبراته. كويس جدا جدا جدا، تهانينا على ذلك يا دكتور، وألف شكر على المداخلة وعلى الشرح الوافي. كل الشكر للدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي.